السلام عليكم. الليلة حابة أتكلم عن الرحلة بتاعت اليوم وكيف أفريقيا، كيف قدرنا نمشي من كينيا لحد رواندا، في ناس مشوا بوروندي، راح نتكلم عن كل الحياة الليلة. قبل ما أبدأ حابة أتكلم عن ليه أصلا إحنا بدينا في الحياة واللي أنا فكرت في الحياة دي. طيب أنا اسمي أحمد، أصلا بقرا في كينيا لمدة 8 شهور. واحدة من الحياة اللي أنا أخذتها لمدة عشان تقدر تاخذ حياة اسمها student pass أو الفيزا كأنك أنت طالب. أنت تاخذ الفيزا كأنك أنت طالب، دي بتيح لك أنك أنت ممكن، دي الحياة طبعا عرفتها قبل 3 أيام من الفكرة دي، إنه ممكن تحوم دول شرق أفريقيا كلها بدون ما تدفع أي حاجة. اللي هو دول شرق أفريقيا الآن كنت خاتم في بالي كينيا، أوغندا، رواندا، وبوروندي. البوروندي فيها مشكلة كبيرة حنجيها في النهاية. بدينا كلنا كان 3 أصحاب، أو نحن صراحة ما 3 أصحاب، بس بقينا 3 أصحاب، لكن 3 من المكان بيعرفوا بعض، هسه يعرفوا بعض. حتعرفهم كلهم إن شاء الله في الأيام الجاية. طيب الحكاية بدت كيف؟ الحكاية بدت في إنك تقطع تذاكر. فعلا قطعنا تذكرة واحدة بباص واحد توديك من نيروبي لحد كيغالي اللي هو عاصمة رواندا. دي رحلة بتاخد معاك في الشارع حوالي 22 ساعة، خدنا 25 ساعة. اليوم كانت حياة ظابطة على العموم، رغم إنها كانت متعبة. طلعنا من نيروبي حوالي الساعة 5 مساء، كان المفروض نسافر قبل يومين، بس لأن الأزعاج كانت مرتفعة شديد بالنسبة للعيد، بالنسبة للكريسماس والحياة بشكل كده، فقررنا نقوم نسافر يوم 25 اللي هو الأزعاج تجي راجع عادي. فعلا دي الحياة اللي عملناها إننا سافرنا يوم 25. أول حاجة بتلاحظها إنه الجو هنا ممتاز شديد، يعني تلقى إن الوقت دايما مغيمة زي الوقت ده، في مطرة وخضرة على طول الطريق اللي أنت ماشي فيه. خلينا نتكلم الحاجة عن نيروبي. نيروبي هي واحدة من أكبر المدن في أفريقيا، تعتبر هي الهب بالنسبة لكثير من الأعمال والاقتصاديات. هنا نيروبي فيها مشاهد كبيرة زي الجرائم والسرقة وحاجة بشكل كده. أقول أنا ما حصلت لي حاجة كثيرة في الموضوع ده، لكن هي بلا منازع واحدة من أكبر المدن في أفريقيا. كذلك برضو واحدة من الحياة المهمة بالنسبة لي في نيروبي إن هي مركز لشركات ناشئة كثيرة شديد، ودي حاجة مهمة بالنسبة لأن الناس تعرف عن الحياة دي. في عبارة عن ابتكار كثير حاصل في المدينة دي. أي نعم هي المدينة لأنها هي كبيرة وفيها كمية من الحياة، فهي مشكوكة شكا، وتلاقي إنه مواصلات مختلفة، حياة الناس مختلفين، ثقافة مختلفة، بنايات مختلفة، كل حاجة مختلفة. لما أطلع برا نيروبي تلاقي إنه كمية الحداثة هي أقل، يعني حتى طريقة البنيان تعامل الناس تلاقي إنه أقل من الناس بتعامله في نيروبي، ودي عكس الحياة اللي حصلت في رواندا. كينيا عموما، كينيا معروفة بإنه عندها الحياة البرية بتاعتها، عندها مكان أماكن بتاعت السياح كبيرة شديد. اللغة الأساسية بيتكلموا بها هي السواحيلي. في الشارع في حاجات كثيرة حصلت، واحدة من الحياة دي إنه أنا نمت لكمية كبيرة من الزمن. واحدة من أكبر الحياة اللي حصلت اللي هو أول بورد أو أول حدود بين كينيا وأوغندا، هي حرفيا عبارة عن مكتبين، مكتب بيدوك فيه الخروج من كينيا ومكتب بيدوك فيه الخروج لدخول لأوغندا. أنا كنت خايف لأنه إذا دفعوني قروش أنا حدفع 50 دولار، 50 دولار دي حاجة كتير شديد، ونحن كل الميزانية بتاعت الخطة المرورة كانت عبارة عن 100 دولار، فتشوف بس. المهم فعلا خشينا، يقوم بيدوك بطاقة بتاعت مرور فيها الـ3 أعلام، العلم بتاع كينيا، العلم بتاع أوغندا، والعلم بتاع رواندا، عشان كده ممكن تحوم بيه عادي. فدي حاجة من الحياة مهمة شديد، وما بتدفع قروش في الحوامة دي كلها. فمشينا من نيروبي لأوغندا، ركبنا الباص تاني نفس الباص، وتحركنا مشينا على كامبالا اللي هو عاصمة أوغندا. عند تصل كامبالا بتلقى إنه إذا خطيت الثلاثة مدن سوا، نيروبي، رواندا، وكامبالا، كامبالا هي أقل مدن من ناحية التحضر. ما قعدنا فيها لحد عسي، نحن وصلنا كامبالا الصباح شديد، فما في حاجة كثيرة شفناها، لكن مجرد ما طلعنا من كامبالا، تاني الموضوع بتاع الخداجة. موضوع الخداجة بذكرني اللفل في السودان. لما تكون حايم في السودان دائما بتلقى انه اذا مشيت في الشمال او جهة الشرق دائما بتكون بتلقى الصحراء اللي هو الرمال اللي في كل مكان، عشان كده لما تشوف السودان من فوق بتلقى انه كل لونه اصفر. اما لما تشوف دول شرقية افريقيا كلها هي خضراء، فالخضار ما شاء الله خضار ناعم، شكرا حمدوك. فالمهم من كامبالا حركنا مشينا على كيغالي اللي هو عادت هي الحدود بين اوغندا ورواندا. لما تصل الحدود بين أوغندا ورواندا بتلقى إنه الفرق واضح بيناتهم. بتلقى إنه الحدود في أوغندا أو المكاتب في أوغندا كلها عبارة عن محلات متهالكة كده، والناس ذاتهم تحسبين إنهم هما كده كارهين الشغل. لما تصل رواندا بتلقى إنه المبنى عبارة عن عمارة عادية. واحد من أهم الحاجات اللي بتعملها
نقدر نطلع العفش بتاعه كله نطلعه برا. ودي واحدة من الحاجات المحظور لنا في الحدود السابقة. فلما تطلع العفش بتاعه كله واحدة من الحاجات أنا عرفتها لقدام اللي بيطلع العفش. واحدة من الحاجات المهمة إنه ما المفروض تخرج بأي بلاستيك للبلد. البلاستيك ممنوع تماما في رواندا. عشان كده أنت فتش الحاجات بتاعتك كلها. في حاجات أمنية تانية كتيرة شديد. خاصة إنه البلد القبضة الأمنية فيها كبيرة شديد. برغم التطور ده لأنه مفهوم يعني في حاجات كتير حصل اللي هو الميزر والحاجات دي. فتش حياتنا كلها. بعد ذلك ركبنا على كيغالي عاصمة رواندا. ومن من من الحدود لحد كيغالي دي قصة مختلفة تماما. دي الحياة اللي حنحكي عنها المرة الجاية. مع السلامة.